التوأم مع نفسه. وإلى الشأن الخارجي، حيث دعت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب روسيا إلى التخلي عن دعم رئيس سوري بشار الأسد حتى يحل السلام في هذا البلد على حد تعبيرها. وفي سياق متصل، اختلف كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السياسة الأمريكية في سوريا حول إزاحة الرئيس السوري. ويلتقي وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعهم السنوي، فيما تسعى أوروبا واليابان إلى توضيح من الولايات المتحدة بشأن مستقبل الأسد في سوريا. مهندس مروان، زي ما بيقول الخبر، يعني اجتماع الدول الكبرى السبع الصناعية اللي يمكن بتحدد كثير من الأمور عندما طبعا تتحدث الأموال وتتحكم في العالم، كيف تقرأ مستقبل سوريا إذا اتفقت هذه الدول على إزاحة الأسد؟ يمكن قصة إزاحة الأسد أنا أراها زي ما تقولي ديكوي أو تمويه لحاجة أكتر. هو الموضوع مش إزاحة الأسد، مش فرض، لأن الأسد أخي وهو عائلته ممكن يقعدوا في روسيا، يقعدوا في كذا دولة في إيران تحميهم، مش دي المشكلة. هو إزاحة المؤسسات السورية، هو ده السؤال الأهم. الدول الصناعية الكبرى بترسل رسائل للجميع قبل جنيف 6 اللي كل الناس منتظراها، ولأنها هيبقى فيها لاعبين جدد وهيبقى فيها مصارحة أكبر لخط الأرض، وأمريكا ضربت قبلها فمباحثات ساخنة، فبتقول وجهة نظرها إن إحنا كاقتصاد العالم نرى إن سوريا بلا حكومة أفضل، يعني في سقوط الأسد ده. المشكلة إن إحنا هل سقوط الأسد أم سقوط البعث والمؤسسات السورية؟ أنا من أنصار إن إحنا لو إحنا عاوزين دولة سورية تتاجر فيها وتعمل الحاجات اللي انت عاوزه، ولا عاوز دولة سياسية مفككة تصدر لك العنف؟ انت عاوز تصدر بضاعة لسوريا ولا سوريا تصدر لك عنف وإرهاب؟ كل العالم عاوز سوريا تقوم على رجلها. فلابد الناس العقلاء من العالم يبقوا على المؤسسات السورية حتى لو من غير أسد، ولكن نفصل قصة البعث عن الأسد قبل جنيف 6 عشان نعرف نقعد على الترابيزة. انما لو قعدنا على الترابيزة الدول العاقلة ومنها مصر وحط الاثنين سوا، ربما نخسر التفاوض. فأنا أتمنى لابد من بقاء الجيش السوري، لابد من بقاء الدولة السورية، ولابد من السيطرة على كافة أراضيها. والأهم من كده، ما نبلعش الطعم بتاع الدستور العراقي، دستور التقسيم، ونسيب بعد كده حرب أهلية تطلع بعد 10 سنين في سوريا تمهيدا لأن أنا مش هقسم دلوقتي هقسمك بعد. أتمنى العرب ما ياخدوش الطعم ده ويعتقدوا إن تفكيك المنطقة لدويلات هو في راحة، ده هو الأزمة ذاتها في وسط الخطاب الديني المتطرف اللي في كل منطقة ليس مصر فقط. أعلن المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون أنه سيؤدي